تتجول باري في معرض الفن التشكيلي السنوي بنسخاته التاسعة الذي أقيم في جامعة دهوك، متمعنة بالمعاني التي تتوارى خلف هذه اللوحات الفنية. شاركت بهذا المعرض بسبعة لوحات من الألوان الزيتية وأربعة أخريات. هناك أهمية بالغة للطلاب في مثل هذه المعارض وتحفيزهم نحو تقديم المزيد. خلينا نبتعد عن الواقعية، نسوي شيء جديد. قام أخذ نص صورة لوجهي ورسمها، هدول ألوان زيتية على كانفاس. المدرسة واقعية بس بشكل مودرن أكثر، يعني استخدم هالضربات مثل المدرسة التجريبية. حضر هذا المعرض الذي يقام سنويا من قبل قسم الفن التشكيلي بجامعة دهوك عدد من الفنانين والموهوبين ومحبي هذا الفن العريق، مستمتعين بهذه الأعمال التي تم إعدادها من قبل طلاب هذا القسم. هذه السنة المعرض رقم 9 من تأسيس القسم من سنة 2012. السنة هذه عندنا من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة، حقيقة المستويات يعني ممتازة جدا، ابتداء من الطلاب اللي هما يجون من معهد الفنون الجميلة ومن الإعدادي، فصار التنافس جميل وقوي وظهر قدرات الطلاب. المدرسة الكلاسيكية والواقعية والتجريدية وغيرها من المدارس الفنية كانت حاضرة في أعمال هذا المهرجان برسالة مفادها مواصلة الفن صمود في وجه كورونا. تتيح مثل هذه المعارض الفرصة أمام الطلبة لعرض مواهبهم الفنية، حيث ضم هذا المعرض أكثر من 700 لوحة من مختلف المدارس الفنية. لقناة زاكروز الفضائية بواردة خاز دهوك.